السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث التي سنخصصها لمناقشة ملابسات رحيل الصحفي الاستقصائي محمد العبسي. إلى مثواه الأخير شيع جثمان الصحفي الاستقصائي والشاعر محمد عبد العبسي، الصحفي الذي لم يتجاوز عمره 35، رحل في ظل ظروف غامضة لم تكشف ملابساتها حتى الآن. عرف عن العبسي تناوله لقضايا فساد حساسة، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول رحيله المفاجئ، مما أدى بأسرته ونقابة الصحفيين اليمنيين إلى المطالبة بتشريح جثمانه، وهو ما حدث بالفعل، إذ تم أخذ عينات من جثة الفقيد وإرسالها إلى الأردن لفحصها ومعرفة أسباب الوفاة الحقيقية، خصوصا بعد أن تصاعدت الكثير من التكهنات والشكوك من أن رحيله قد يكون إثر حادثة جنائية، بالنظر إلى طبيعة عمله وقيامه بالعديد من التحقيقات حول قضايا فساد وتحديدا في قطاع النفط. ملابسات رحيل الصحفي العبسي وكيف يمكن حماية حياة الصحفيين في ظل سيطرة الميليشيا ستكون موضوع حلقة اليوم في محورين: ما هي مستجدات في رحيل الصحفي العبسي وكيف يمكن ضمان سلامة إجراءات فحص الجثة، وما هو واقع الصحافة اليوم وكيف يمكن حماية حياة الصحفيين اليمنيين من بطش الميليشيا والجماعات المسلحة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. اليوم تطوى ثلاثة عقود من حياته. إنه الصحفي محمد عبد العبسي، قالوا إنه مات مسموما، وقالوا أيضا إنه كان يعكف على كشف فساد قيادات من الجماعة الإنقلابية وهي ما أودت بحياته. وهل يجيد الصحفي شيئا غير صناعة أعدائه من أجل الحقيقة والحقيقة فقط؟ وذلك كان نهج محمد. هل قتل محمد أم مات؟ لا فرق، المهم أنهم أسكتوا صوته، وبموته المفاجئ فارق الحياة بعد وجبة العشاء الأخير. الحوثي جماعة مسلحة. رمى محمد بأعباء موته الغامض الثقيل على كاهل كل من أرادوا بالوطن شر، وعلى وقع الأخبار حدثت الصدمة، ومر الوسط الصحفي والإعلامي بساعات وأيام عصيبة برحيل واحد من فتيان الصحافة اليمنية. وهنا ليس أمام أسرته سوى المطالبة بتشريح الجثة. نقل محمد إلى المستشفى، أسبوعين ظلت جثته هناك، والأربعاء 11 من يناير أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين عن تأريخ الدفن، مؤكدة أن عينة من الجسد وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان لتخضع للفحص ومعرفة أسباب الوفاة. وفي هذا اليوم الجمعة شيع الصحفي محمد عبد العبسي إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرامة بصنعاء، وحين أغمض عينيه كان له حلمه الأخير أن يختفي الفساد الذي عمل على تقصي وفضح بعض رموزه وشبكاته، واقفاً على الحقيقة التي طوعها لأجل الوطن، ومواظباً بكل قدراته حتى دفع حياته ثمناً لمواقفه الشجاعة. نم يا محمد، ما زالت تلويحاتك حاضرة هنا، وما زالت روحك الخضراء المفعمة بالحياة تحلق عالياً. ينضم لنا مشاهدينا الكرام من القاهرة الصحفي غمدان اليوسف. مساء الخير أستاذ غمدان. أهلا بكم أستاذ غمدان. ما هي المستجدات لديك في حادثة وملابسات وفاة الصحفي محمد العبسي؟ يبدو أن الموضوع يعني توقف إلى لحظة انتظار النتائج، والتي يفترض أن تخرج من أحد المستشفيات في العاصمة الأردنية عمان بعد قرابة 5 أيام. يعني العينة أخذت بعد جهود كبيرة، كانت هناك عوائق مادية في الفترة السابقة حالت دون يعني إجراء التشريح، لأنه كان هناك حسابات كثيرة أن يتم التشريح في الوقت الذي يكون فيه الفريق الذي سينتقل مع العينة يكون جاهز بتذاكر الطيران، أيضا ترتيب التسهيلات للسفر سواء عبر عدن أو عبر سيئون. كل هذه كانت تعقيدات تقف في طريق يعني الزملاء الصحفيين الذين يعني تولوا مهمة متابعة هذا الملف. أيضا يعني الملف كما تحدثنا، إذا الملف المالي كان هو يعني المسألة المالية كانت عائق كبير أمام الأمر، لكن يعني تم يعني حل الإشكالية بتقديم يعني بعض الزملاء قاموا بجمع جزء من هذا المبلغ الذي هو تكاليف أولا الطبيب في العاصمة صنعاء الذي أخذ العينة، ثم تكاليف النقل وتكاليف المستشفيات في الأردن،
يعني بعد ذلك توفر هذا المبلغ يعني كما قلت بتجنيد من الزملاء، ايضا مساهمات مكتب فخامة رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة، هو أيضا من تكفل بإرسال يعني مبلغ، وهذا يحسب لي يعني للمكتب رئيس الجمهورية ممثل بمدير مكتب الرئيس الدكتور عبد الله العليمي، وأيضا سكرتير المكتب الأخ مبارك البحار قاموا بعمل يعني بعمل يشكرون عليه، وتم إرسال هذا المبلغ للزملاء القائمين على هذا الملف، ويعني بقي فقط يعني أيضا هناك جرت تسهيلات في مطار عدن لعدم تأخير هذه الشحنة العينة، وكما قلت يعني نتواصل هناك بالزملاء في داخل في 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 عمان، ونترقب ما الذي سينتج عن فحص هذه العينة، ويعني يعني لا يسعنا الا ان نعزي اسره والد يعني الزميل العزيز محمد العرفي، هذا ربما كل ما لدي حول هذا الموضوع. يعني هو بكل تاكيد الامر في الحديث حول هذا الموضوع مؤلم، لكن كيف يمكن في وسط هذا يعني الوضع الذي تعيشه البلاد، كيف يمكن ضمان سلامه الاجراءات، ضمان سلامه المعلومات التي ستخرج عن التحقيقات الناتجة وكذلك أو المنتظرة، وكذلك كيف يمكن يعني الاستقصاء أو البحث حول هذه الأسباب التي حدثت بداخل العاصمة صنعاء؟ يعني في البداية أولا التثبت من مسألة يعني أن يكون يعني الزميل محمد قد يعني قتل بواسطة السم، ربما هذه أولا ستحسم هذا الجدل يعني كمرحلة أولى، بعد ذلك يمكن يعني الانتقال إلى مرحلة البحث عن أدلة من الفاعل في حال ثبت أن سبب الوفاة هو يعني السم بفعل فاعل، يعني وفي النهاية ما زال أيضا يعني ابن عم محمد العرسي ما زال يعني يعيش في اليمن، وقد أيضا تم نقله إلى مكان آمن بحيث أنه هو من سيكون الدليل، صحيح أن ربما لا ما زال ليس لديه معلومات عن المكان الذي تم تناول العشاء الأخير فيه، بسبب أن يعني ابن عم محمد العبسي هو أساسا لا يقيم في العاصمة صنعاء وكان زائرا، وبالتالي لا يعرف كثير من الأماكن في العاصمة صنعاء، ولكن ما زال يعيش في حال أن يعني تم يعني التثبت من أن يعني من أنه تم تسميمهم، فبالتالي هذه ربما مرحلة لاحقة لا نستبق فيها الأحداث، لكن كما قلت أنت هناك سيكون هناك تعقيدات، لكن أيضا يبقى أن الجريمة وقعت، وبالتالي ستأتي يوم من الأيام تكتشف حتى تتكشف حقائق هذه الجريمة، ويجب ألا ييأس الباحث عن الحقيقة سواء نحن من زملاء محمد العبسي أو بمساندة عائلته بمساندة مقر الصحفيين بمساندة جميع الأطراف التي تبحث عن الحقيقة، أعتقد لا يضيع حق ورعه مطالب كما يقول المثل الذي نعرفه، وبالتالي يجب أن نبقى أوفياء لمحمد العبسي الذي كان وفيا مع الناس وفيا مع شعبه وفيا مع البسطاء من هؤلاء لكي يفضح جرائم يعني في كل العصور يعني في كل المراحل سواء الحالية أو السابقة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ غمدان، ينضم لنا من صنعاء الكاتب ونقيب الصحفيين السابق الأستاذ عبد الباري طاهر، تعازينا الحارة أستاذ عبد الباري. يعني اليوم تم دفن الصحفي محمد العبسي، ما زالت هناك الكثير من الملابسات الغامضة حول وفاته، ما هو تقييمك للوضع بشكل كامل؟ واضح كما تفضلتم بالفعل يعني هناك قدر كبير من الغموض والالتباسات القائمة حول تسميم يعني أو استشهاد محمد عبد العبسي، والأهم في الأمر يا أخي أن الرجل هذا بالفعل يعني كان أهم صحفي تصدى للفساد، أهم صحفي فضح ملفات الفساد في المراحل المختلفة في الماضي في اللاحق في الحالي، وهذا الرجل بالفعل كان في مراحل عديدة هدف لهؤلاء الفاسدين، ولكن طبعا لا ينبغي يعني إلقاء التهم جزافا،
لابد من تقصي الحقيقة، لابد من معرفة العشاء الأخير في الليلة الأخيرة أين أكل، وأيضا فحص المادة التي أخذت من دمه لتبيان يعني طبيعة التسميم وكذا. وأهم شيء بالنسبة لنقابة الصحفيين للأحزاب للشخصيات العامة مؤسسات مجتمع مدني أن تهتم بحياة أسرة هؤلاء، وأيضا أن تبحث عن من وراء وما وراء يعني مقتله. فبالفعل هو الشيء الأكيد أن الرجل مات مسموما، ولكن ليس هناك يعني تحديد للجهة، وأهم شيء هو البحث والتأكد. ويعني بالفعل لازم أن يكون في قادمة الأيام إن شاء الله فضح لمثل هذه الأساليب، لأن يعني قضية الآن القتل الاغتيال تسميم يعني باستهداف الصحفيين استهداف المدونين مسألة أصبحت سائدة وشائعة في اليمن. طيب هناك أيضا نوع من الاهتمام الذي يجب أن يكون كما يطرح الكثيرين بأسرة العبسي، كان هو ربما المعيل الأبرز لأسرته. هل هناك نوع من الترتيبات من قبل الصحفيين في صنعاء، نقابة الصحفيين بشكل عام، لنوع من التغطية حول هذا الموضوع؟ بالضبط يا أخي، هذا شيء مهم جدا. يعني هذا الرجل كان بار بأسرته ولديه أولاد، أخوها الذي توفى أيضا، والدها الشائب وأسرته وزوجته أيضا. فالاهتمام من جانب النقابة ومن جانب الاتحاد الدولي للصحفيين رعاية هذه الأسرة، لأن عائلها الصحفي مات وهو في ميدان الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وفتح ملف من أخطر الملفات في العهود المختلفة. فالاهتمام بعائلة هذا الرجل ورعايتهم مسؤولية الجميع، وبالأخص في النقابة وفي الاتحاد الدولي للصحفيين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الباري. أعود إلى سيد غمدان اليوسفي. أستاذ غمدان، العبسي وضع نوع من الإرث بالنسبة للصحافة اليمنية، هناك ميزة خاصة لتحقيقات العبسي الاستقصائية. برأيك هل هناك خطوات لاستكمال هذه المسيرة من قبل سواء نقابة الصحفيين وتبني ما قام به العبسي خصوصا في تحقيقاته الأخيرة، هل هناك من خطوات في هذا المجال؟ أعتقد أن ما قام به العبسي هو يلقي عبء ليس على يعني على النقابة كمؤسسة، بقدر ما يلقي عبء على المهنة، على الصحفي اليمني بشكل عام. يعني في النهاية العبسي نجح في فترة وجيزة إذا قسنا يعني حياته. يعني هو في النهاية شاب صغير من مواليد عام 1983، يعني هو استطاع أن يصل إلى مراحل متقدمة بطريقة شخصية، بجهود شخصية. يعني لم يكن مستندا لا على مؤسسة كبيرة يمكن أن تسانده، ولا على يعني على أيضا يعني على جهة وزارية، على مؤسسة حكومية. لم يكن مستند سوى على ذاته وعلى قناعته بأن ما يقوم به يعني هو في صالح الناس، وأنه أيضا يصنع اسمه كصحفي. يعني كلما الصحفي تقدم واستطاع أن يضع له اسم محترم في الوسط، أعتقد أن عملية الحصول على المعلومة تكون أسهل. فحين يتصل محمد العبسي لأي من الشخصيات، أعتقد أنه يكون أسهل عليه من أن يتصل صحفي آخر ليس لديه تلك القدرة في إخراج تلك المعلومات. أعتقد أيضا يعني سابر واستطاع أن يوصل رسالته عبر مدونة، يعني لم يكن عائق أمامه، المؤسسة لم تكن عائق أو الوسيلة الإعلامية لم تكن عائق أمامه. يعني كان هذه المدونة كانت تتابع برغم أنها مدونة، ونحن ليس لدينا ثقافة المدونات في اليمن، يعني أن يتم تابعتها بذلك الشكل. مع ذلك استطاع محمد العبسي أن يقنع الناس بأن يزوروا مدونته بشكل دائم من خلال أيضا ارتباطها بصفحته في الفيسبوك. يعني أيضا عمل في الفترة الأخيرة حتى ولو أنه كان في ظل يعني غياب، يعني في ظل كل ذلك الرب في العاصمة صنعاء، مع ذلك كان يعمل لصحيفة الشرق الأوسط.
وكثير من الزملاء لا يدركون هذه يعني هذه التفاصيل ربما حول عمله في الآونة الأخيرة. وكان يعمل بطريقة سرية من العاصمة صنعاء، وأنا شخصيا يعني أجرأ معي مقابلة لصحيفة الشرق الأوسط ونشرت حين تم حشر اسمي في قائمة يعني المتهمين بالخيانة، وتم رفع قضية عليهم في محكمة في نيابة أمن الدولة يعني. نعم. فهو أجرى معي مقابلة في هذه الصحيفة ونشرت بدون إذن يعني. أيضا يعني حاول، لم يعجز محمد العبسي يعني، لم تعجزه عدم وجود وسيلة، لم تعجزه المادة أيضا. مع ذلك يعني هذا ربما ألقى عبء وإحراج كبير لبقية الصحفيين الذين هم أساسا في وضع أفضل من وضع محمد العبسي، ويعني يضعهم في موقف يجب أن يتحملوا من خلال مسؤولية نقل المعلومة، مسؤولية إخراج الملفات السوداء إلى القارئ الذي يتشوق إلى هذه، بخلق إخراج معلومة جديدة. الخبر لم يعد ذلك المقدس الكبير الذي يبحث عنه الناس القدر ما يعني، تبقى المعلومات المخبأة والوثائق المدفونة. نعم. هي الأهم حاليا في هذه المرحلة. أنا أنوه إلى ما تحدث به الأستاذ عبد الباري طاهر حول مسألة رعاية أسرته، وهذه أعتقد مسؤولية يجب على الجميع أن يقوم بالتكاتف معها، كونه ربما كان الوحيد لأسرة تكون من ثلاث أسر، وهذه مسؤوليتنا جميعا. وأعتقد أستاذ غمدان مسؤولية أخلاقية. طيب أستاذ غمدان، الآن يعني في ظل رحيل العبسي وهذا الشغف لدى الصحفيين الآن بالوصول إلى الميدان، وهناك مخاطر كثيرة على الصحفيين، ألا يجب أيضا تقنين العمل الصحفي بشكل أو بآخر، وضع أيضا أهمية للأمن بالنسبة للصحفيين والأمن بالنسبة للمعلومة أيضا التي يمتلكونها؟ كيف يمكن المراعاة بين أهمية الاستقصاء الآن وبين حماية الصحفيين أنفسهم؟ أعتقد أن الرسالة وصلت يعني ما يتعلق بموضوع العبسي، أعتقد أن الرسالة وصلت إلى جميع الصحفيين يعني، أنه في النهاية بالإمكان ربما مع كثير من الجهود ويعني أن يصل الصحفي إلى المعلومة، ربما يعني ليست مستحيلة وصول المعلومة برغم صعوبتها، لكن ليست مستحيلة. لكن أيضا كيف تحاول أن تحمي نفسك، تحاول أن تبقى على قيد الحياة في عصر مثل هذا العصر الذي يعتبر فيه الصحفي العدو الأول، كما اعتبره عبد الملك الحوثي في خطابه في بداية الأزمان، يعني مثلهم مثل المقاتلين في الميدان. يعني ربما أيضا هناك قطاع آخر الذي هو الصحفي الميداني الذي في داخل المعارك يعني، ربما يعني لا يوجد مؤسسات الآن تحمي هؤلاء الصحفيين وتمنحهم أولا يعني وسائل الوقاية. لكن أعتقد أنه الصحفي لن يعدم وسيلة لحماية نفسه من هذه المخاوف، من هذه المخاطر. انتقاء الأشخاص أعتقد أنه ربما برغم حرص الزميل محمد العبسي على البقاء يعني على عدم يعني اكتشاف أمره، لكنه أيضا ربما وثق لبعض الأشخاص الذين يمكن أن يساندوه، وهم في النهاية أعتقد ربما ليس اتهاما ولكن ليس الأمر نظيفا إلى تلك الدرجة. نعم أستاذ غمدان، جزيل الشكر لك، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة الصحفي غمدان اليوسفي. وأعود إلى أستاذ عبد الباري طاهر من العاصمة صنعاء. أستاذ عبد الباري، كيف يمكن موازنة الأمر ما بين أهمية المعلومة والحصول عليها في ظل وضع صعب بالنسبة للجميع، للمواطن وكذلك للصحفي، وكذلك لتأمين حياة الصحفيين حتى لا يعني تكون في نهاية المطاف المحصلة ما حدث مثلا للعبسي في حال ثبت أن الأمر كان جنائيا؟ واضح أخي العزيز، هذا السؤال هو يعني لب القضية. جوهر الأمر الآن مسألة الفقيد الكبير محمد عبد العبسي مسألة استثنائية. الدور الذي لعبه هذا الصحفي العبقري مسألة تكاد تكون استثنائية، ولكن القاعدة الحقيقية أن يكون هناك مناخ طبيعي لحرية الحق في الحصول على المعلومات، لحماية الحصول على المعلومة، لحرية الرأي والتعبير، مناخ طبيعي وعامل للحياة العامة. البلد الآن مصادر فيها الإعلام، مصادر فيها الحق في الحصول على المعلومة، ملغى فيها الإعلام المرئي والمقروء والمسموع. يعني أنت أمام وضع يعني غاية في الخطورة،
محمد عبدو كمدون ماهر يعني بالفعل استطاع أن يخطط هذا الطريق، ولكن هذه يعني مسألة استثنائية ودفع ثمنها غاليا، فلا بد أن يكون الهم الكبير. أنا أتفق مع ما طرح الزميل يعني غمدان اليوسفي، ولكن كيف يعني يكون نضالنا كفاحنا عملنا الدؤوب خلق أوضاع طبيعية وآمنة، أخلقوا أوضاعا يعني طبيعية تخلقون الإنسان الطبيعي. نحن أمام وضع في منتهى الشدود، وضع يعني غير آمن غير مستقر، الصحفي مهدد، الصحفيين الآن أكثر من 14 صحفي في يعني في المعتقلات، حرية الرأي والتعبير مصادرة. فأن يكون الهم الكبير خلق مناخ طبيعي للحصول على المعلومة، لنشر المعلومة، لممارسة حرية الرأي والتعبير، للسماع التعددية الحقيقية للأفكار والآراء. أما ما اخططه وما صنع هذا الفقيد الكبير فمسألة غاية في غاية في الاستثنائية، ويعني لا بد هذا الأمر لا يكون مرتهن بالرهان على إبداع صحفي واحد، ولكن أن يكون المناخ متاح وحرية للجميع بحيث يبدعون وبحيث يتناولون هذا الحق بكل الحرية وبكل الطمأنينة والأمن. شكرا لك نقيب الصحفيين السابق الأستاذ عبد الباري طاهر، كنت معنا من صنعاء. ينضم لنا مشاهدينا الكرام من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين الأستاذ نبيل الأسيدي. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية. تعازينا الحارة أستاذ نبيل لفقدان الأستاذ العبسي الفقيد الصحفيين، لكن أستاذ نبيل إذا ما أخذنا بصورة عاجلة، أنتم في نقابة الصحفيين اليمنيين كيف توصلتم إلى قرار دفن جثمان العبسي الآن؟ هل بات الأمر يعني ليس هناك حاجة إلى بقاء جثمان؟ يعني أعطنا آخر المستجدات بهذا الخصوص. رحم الله شهيدنا محمد العبسي، يعني هو اليوم في مثواه الأخير، ونقابة الصحفيين وأسرته تبدأت باستقبال الأعزاء لمدة 3 أيام في صنعاء. بالنسبة لقرار الدفن، هو أتى بعد أن استكملنا إجراءات تشريح الجثة وأخذ العينات منها من مختلف جسده بما فيها الكبد، وأيضا تم نقل العينة برفقة الطبيب وبرفقة الأسرة وممثل عن النقابة والاتحاد الدولي للصحفيين إلى عمان ووصولها إلى عمان. بالتالي مسألة يعني دفن الجثة أصبحت الآن يعني أمرا محسوما، بحكم أن يعني المراد من بقاء الجثة حينها هو تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، ونحن قد أنجزنا المرحلة الأولى في يعني أخذ العينات، وبالتالي ليس هناك مبرر لبقاء الجثة يعني في الثلاجة وإكرام الميت دفنه يعني. طيب الآن هناك الكثير من الحديث بانتظار ما يعني ستخلص إليه نتائج هذا التشريح ونتائج العينات التي تم إرسالها، لكن ما هي الخطوة القادمة الآن سواء بالنسبة للصحفي محمد العبسي بذاته أو لما كان يقوم به محمد العبسي كصحفي استقصائي يمني؟ بالنسبة لقضية الشهيد محمد العبسي، هو نحن ما زلنا ننتظر النتائج الفحوصات ومن الأردن، والتي ستظهر إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، يعني أعتقد أنها 4 أيام بالكثير ستكون النتائج واضحة، وسنعرف سبب وفاته، هل كانت وفاة طبيعية أم يعني صدقت فرضية الاغتيال وحالة التسمم. سنتأكد، وحينها سيكون لنا يعني خطوات أخرى في هذا السياق، يعني إذا ما كانت حالة اغتيال أو ما شابه ذلك. بالنسبة لما كان يتناوله الزميل الشهيد يعني من قضايا صحفية وتناولات إعلامية، هو كان شجاعا جدا وطرح الكثير من القضايا وحارب الفساد طيلة فترة عمله الصحفي، يعني لم يهادن أي حكومة منذ سلطة علي عبد الله صالح وحتى حكومة الوفاق وحكومة الحسين، كان صريحا وناقدا وصاحب قلم معروف يعني. لكن في للأسف الشديد هناك الآن يعني توحش إزاء الصحافة
في الداخل وانهيار كافة القيم الصحفية وأيضا يعني العمل الصحفي والمهني، أصبح مشلولا في العاصمة صنعاء. لم يبقى إلا إعلان حربي وبعض الصحفيين الذين يعانون من وطأة الميليشيات. هناك الكثير من القضايا التي هدمت الوسط الصحفي وأرغمته حتى على التراجع. لم يعد هناك صحافة حقيقية في الداخل، وأيضا يعني حالة الحرب عكست بنفسها على الوضع الصحفي برمته، ويعني 17 صحفيا ما زال مختطفا لدى ميليشيات الحوثي والصالح، وأحد الزملاء معتقل مختطف ومخفي قسريا لدى تنظيم القاعدة في المكلا. 19 صحفيا قتلوا خلال عامين، رقم كارثي. أكثر من 125 صحفيا خلال عامين تم اختطافهم واعتقالهم لفترات مختلفة، حالة تعذيب يتعرض لها الصحفيون الكثير. طيب أستاذ نبيل كيف يمكن وقف ذلك؟ ما هي الأمور التي يمكن فيها تقنين هذا الأمر، حماية الصحفيين بشكل أو بآخر؟ ما هو الدور على النقابة؟ ما هو الدور على الصحفي بذاته؟ ما هو الدور على المؤسسات التي ينتمي لها الصحفي؟ نحن الآن في مرحلة صراع، وبالتالي الإعلام هو أقوى يعني في طرحه للقضايا وإظهاره لها، ولكن الأهم يعني أن إيقاف عملية الاعتداءات والانتهاكات ضد الصحافة لن تتم إلا بإيقاف الحرب واحترام الحقوق والحريات أيضا الإنسانية والصحفية والمهنية بشتى أنواعها. بالتالي نحن الآن أمام دعوة الحرب. الكل ينتهك حرية الرأي والتعبير وينتهك العمل الصحفي ويرغم الصحفيين على يعني توجيه رسالة معينة. هناك توحش كبير من جماعة الحوثي وصالح في إزاء هذه القضية، وبالتحديد إزاء الإعلام. هناك توجيه مباشر بقتل الصحفيين من عبد الملك الحوثي، الاعتقالات مستمرة، الإرهاب والانتهاكات أيضا مستمرة. نحن أولا يعني هذه جرائم أولا ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي. هناك قانون رقم 22 لمجلس الأمن يطالب كافة الجهات في أثناء الحرب بحماية الصحفيين وعدم اعتراضهم. إذن أشكرك أستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. بهذا نصل مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة. في ختام يتقبل تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.